ابعت لي حتى تمن فدان من اللي انت خدته يا سي ممدوح ممدوح وقف عينيه احمر وقال منين ده انا متورى ممدوح وقف عينيه احمر وقال منين ده انا متورى انت عاوزنا امسك مشرط وامشي واشرب ضيوب الناس هو انتو عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني هو انتو عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني لو في معاكو حاجة ساعدوني ده انا في ديوني عايش محتاس وحي يلا بينا يا زوجتي امه راحت قلع راسه وقالت اجعل قلب ورب غضبان عليك يا ممدوح يا ابن بطل اشوف لي فيك يوم زي ما ولعت قلبي نار ابوه دع عليه ايضا هنروح فين يا مصباح دلوقتي والدنيا ليه قال لها الراجل علي به القاضي ده يظهر راجل صالح لأنه قبل ما يمشي عطاني العنوان وقال لي بعد ما تشبع من ابنك جايز ما يكونش عنده وقت يوصلك تعال لي الشقة وأنا أوصلك لغاية البلد برك فخدوا تاكسي وراحوا على الراجل بالليل الراجل نايم يضرب الجرس قال له ناس ضيوف يا علي باشا ضيوف ايه اللي جايه بالليل قوي دي قام يفتح الباب قال له اهلا شيخ مصباح ايه اللي جرى قال له حضرتك عارف الناس الكفار هات ورقه وقلم وتنشر الحادثة دي في صفحة الحوادث بكرة في كل الجرائد. قال له حادثة خير؟ قال له هات الورق والقلم واكتب حكايتي يا بيه حكاية اللي الزمن ظلمه وقاسى عليه حلو يفرح فيه حكاية اللي روى زرعه بدماني والزرع صحت الزرع صحت الزرع صحت ولكن محصولها مش في ايدي قلبي على ابن مفطر 20 سنة يرعيه وهو قلبه حجر وطردني والله يا بيه علي بيه تعجب وقال له دمعك خسارة فيه وفر دموعك وخلي ده الراجل ينفع واللي بيظلم أبوه بيجيله يوم ويندم فيه
سلام ويا سعيد. حكاية اللي ما شاف، حكاية اللي ما شاف يوم حلو يفرح فيه، حكاية اللي روى زرعوا بزمانه والزرع صحت ولكن محصول ده مش في ايديك. قلبي 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 على ابن مفتر وطربني والله يا بيه. علي بيه تعجب، علي بيه تعجب وقال له مك خسارة فيك، وفر دموعك وخلي ده الراجل ينفق، واللي بيظلم ابوه بيجيله يوم يوم ويندم ويندم فيه. ومادام هو اللي اختار انا عمري ما اخش نضال، مادام هو اللي اختار يكمل المشوار انا عمري ما اخش له دار، ولا اقول انا لي عيال ايه مرتفل مني علشان يتبرأ مني، ايه مرتفل مني علشان يتبرأ مني، وكل ولد زي ابني موتوا هلاك وحلال. وبدل هو اللي اختار يكمل المشوار، بدل علشان يتبرأ منك، وكل ولد زي ابني موتوا أداك حلال. واحد طول ما هم راكبين في السيارة يدعوا على الولد، علي بيه قال لهم يا جماعة مش كده، يمكن ربنا يكرمه ويفوق من اللي هو فيه ويجي يبوس ايديكم ويعتذر، ده لسه الشباب برضه. الولية قالت اسمع يا باشا، ممدوح كان ابني صحيح ايام ما كان فاضي، وانا كان معايا ذهب وفلوس واراضي، ملوش لزوم يا امير نقلب الماضي، ممدوح خلاص انتهى وطردته من قلبي، قلبي وربي وروحي عليه مش راضي. ربنا يكفينا واياكم شر رضا الوالدين ويرزقنا رضاه قبل حضره الملك. لما قبلت الدعوه الحكومه خدت خبر ان البت دي جاسوسه، فحددوا ساعه الصفر، وفي ليله من الليالي صاحبنا قاعد بقى بيشرب السجار وهي قاعدة في أوضة النوم الجهاز في إيدها والحبر السري معاي وشغالة تمام. هات الورق والقلم واكتب حكايتي يا بيه.
الشخص حكاية اللي ما شاف يوم حلو يفرح فيه حكاية اللي روى زرعه والزرع صحت ولكن محصول ده مش في ايديك قلبي على ابن مفتر عشرين سنة يرايك وطربني والله يا بيه علي بيه تعجب علي بيه تعجب وقال له دمك خسارة فيه وفر دموعك وخلي ده الرجل ينفع واللي بيظلم ابوه بيجي له يوم ويندم ويندم فيه ومادام هو اللي اختار انا عمري ما اخش له دار مادام هو اللي اختار يكمل المشوار انا عمري ما اخش له دار ولا اقول انا ليا عيال ايه امره تفضل مني علشان يتبرأ مني ايه امره تفضل مني علشان يتبرأ مني وكل ولد زي ابني موتوا هلاكوا حلال وبدل هو اللي اختار يكمل المشوار بدل علشان يتبرأ مني وكل ولد زي ابني موتوا أداكوا حلال واحد طول ما هم راكبين في السيارة يدعوا على الولد علي بيه قال لهم يا جماعة مش كده يمكن ربنا يكرمه ويفوق من اللي هو فيه ويجي يبوس ايديكم ويعتذر ده لسه شباب برضه الولية قالت اسمع يا باشا ممدوح كان ابني صحيح ايام ما كان فاضي وانا كان معايا ذهب وفلوس واراضي ملوش لزوم يا امير نقلب الماضي ممدوح خلاص انتهى وطردته من قلبي قلبي وربي وروحي عليه مش راضي ربنا يكفينا واياكم شر غضب الوالدين ويرزقنا رضاه لاجل حضره النبي لما قبلت الدعوه الحكومه خد خبر ان البت دي جاسوس فحددوا ساعه الصفر وفي ليله من الليالي صاحبنا قاعد بقى بيشرب السجار وهي قاعدة في وقت النوم الجهاز في ايدها والحبر السري معاي وشغالة تمام فلقى بالليل صوت بوليس وخبطة فظيعة راح يشق الباب قالوا له افتح يا بوليس
زوجتك فين؟ حطه في ايد الحديد. ليه؟ زوجته في اوضه النوم. افتح عليه. ففتحوا مسكوها بالجهاز. تعال يا اخي مطرك. تعال. بس عم بستنى بس تعطبلي خد جزاءه بقى فاهم. حطهم في السجن الاثنين. وتاني يوم علي بيه القاضي اشترى الجرايد. بيبص في صفحة الحوادث لقى الدكتور مشرف هو والمدام. قال يا ستار يا رب فينا شر غرض الوالدين يا رب. ابعت لي هات لي مصباح يا غفير. هات لي مصباح بسرعه. وصل عند الشيخ مصباح. قال له ازيك؟ قال له الحمد لله رضا. تمام يا بيه. اللي جاي على قد اللي رايح وانا عاوز كده لغايه ما اموت. حتى الحته الواد اتبرق منه. قال له طب شوف الصوره دي كده. قال له الله ده صوره الدكتور. هم رقوه يا بيه؟ قال له رقوه. رقوه بالعكس. هو في الزنزانه دلوقتي هو والمدام. زنزانه؟ ليه؟ قال له مراته يا سيدي طلعت جاسوسه بتبلغ سر البلد بره ومسكوها الحكومه وهو طبعا متواطئ مع زوجته فلازم يتحط في السجن قبل منه. الاب بكى وقال ايه؟ جسمه ارتعش واتنفض صرخ وقال ولدي الطف بنا يا لطيف واغفر ذنوب ولدي يا ربي ده انا ابوك وهو حته من كبدي وهو حته من كبدي هو انا ضامن اعيش واجيب ولد تاني يا ريت لساني انقطع وانا بدعي على
نفض صرخ وقال ولدي الطف بنا يا لطيف واغفر ذنوب ولدي يا رب ده انا ابوك وهو حتة من كبدي وهو حتة من كبدي هو انا ضامن اعيش واجيب ولد تاني يا ريت لساني انقطع وانا بدعي على اعدام وبراءة يا دكتور ممدوح
دليل تاخد اعدام وراء يا دكتور ممدوع ما هو لولا امه وابوه سامحه كان انشنى او كانوا سجنوا لكن الضنائح ما بنفسوه بالمال والصحه وبالارواح. بعد ما حكموا بالبراءه للدكتور وحكم عليها بالاعدام ونفذ الاعدام علي بيه القاضي قال لازم تشربوا الشربات عندي. فاللي بتقدم الشربات بنت علي بيه القاضي. قام الشيخ مصباح قال له يا علي باشا؟ قال له لا. قال له ترضى تناسبني؟ قال له والله ده انا وديها من غير مال. بعد ما تزوج بنت علي بيه القاضي وقفوا قالوا ايه؟ يا حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربيه، حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربيه، يا ضمير يا زين يا كحيل العين يا رسول الامه العربيه، حبيبي يا زين الانبياء. كل عام وانتم بخير، وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عينيها خضرة رومانسية ست عليها كده تمشية وبوابة بحلق وخلاص وقع القلم ونسي الجواب وكأنه عمره ما شاف ستة مع ان مصري ملانا جمالات ادب وخفة وذوق واساس لكن نصيبه هيعمل ايه وقع محدش سمع عليه حتى الجواب ده بالرجلين وكأنه بسجرة وندس واحد الحريم معاهم الدكتوراه في المشاكل. ممكن الواحدة تخلي العملية على الأرضية مش على البلاطة كمان إذا حبت ربنا يكفينا شره. فبصت كده لقى واحدة ست جميلة خليك معانا لسه بدر علينا ليه يعني؟ اصل الليلة ملاكي مش حجرة. قالت له يا سعادة الباشا انا حبيتك قوي وانا ببارك لك بمناسبة تفوقك في التعليم واخذك الدكتوراه من فرنسا. قال لها انت بتتكلم عربي؟ قالت له عربي فرنساوي طلياني انا بتكلم كل لغه. البنت دي قايمه بخطه كلنا هنعرفها دلوقتي. طيب انا حبيتك قوي. قال لها تحب فيا ايه؟ اذا كنت انت ما انتش مسلمه احبك ازاي؟ قالت له ما انا عامله حساب الكلام ده برضه. طب ما انا هسلم. قال لها تسلمي؟ اسلام؟ قالت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نطقت الشهاده بلسانها لكن قلبها اسود من الطين ونوياله على نيه وده جزاء انه بقى قلبه قاسي على ابوه وامه. طيب انا نطقت بالشهاده المطلوب مني ايه؟ قال لها المطلوب نعقد العقد.
كتب كتابها هناك وعمل فرح في باريس وجابها معاه مصر وسكنها في ميدان رمسيس. كتب كتابها هناك وعمل فرح في باريس وجابها من مصر وسكنها في ميدان رمسيس وبواسطة الخمر أخدت منه 1000 حديث وممدوح طبيعي ما كانش في حديث حريص عرفها سر البلد والجيش وأسراره وما كانش يعرف بأن مراته من الجواسيس. Yeah.
وكل يوم تبعد ما نشوف عن كل شيء ترفع المر يعني بتبعد أثرنا العدو نفسه يتصرنا شيوعية عاوزة تأخرنا عن الأمم وحضارة العصر وممدوح طبيعي مش واخد خيانة منها يا أمان لأنه في البيت مش قاعد ومن العيادة يروح القص خبر لك يا ولية انت مش عبطالي بوكا بقى يا شيخ مصر ابني فلذات اكبر الا اعتبريه انه مات ربنا مبارك لنا في الثلاث فدادين وبشتغل فيهم وربنا اعطاني الصحه على كبر سني الحمد لله سيبك الموضوع ده ما كنتش تفكري فيه ابوه يمسك فاسه يشبه هرم خوف الاكبر اللي الزمن عمره ما هدو والفاس في ايده الاتمخطر والصحة حلوة وبنساعده لكن عينيه فيها حزن دفين اكملني ابنه هاجر ونساه لكن عينيه فيها حزن دفين اكملني ابنه هاجر ونساه بيقول يا ناس انا هسأل مين هو ابن طفل صغير تاه يصعب علي تفوت ليالي يصعب علي تفوت ليالي من غير ما اشوف ممدوح جنبي لفت كتير وتعبت عليه لفت كتير وتعبت عليه نفس انقطع وقلوب قلبي لكن عينيك بلا حزن دفي اتمني ابنه هاجر ونساه بيقول يا ناس انا هسأل مين هو ابن طفل صغير تاه يصعب علي تفوت ليالي من غير ما اشوف ممدوح دمي لفت كتير وتعبت عليه نفس انقطع وقلوب قلبي الصبح بدري كده الشيخ مصباح مصلي الفجر وفطر وشرب الشاي وفاسه على كتفه ورايح على الغيط فيه جنب الثلاث فنانين عزفة بأطيانها بتاع واحد اسمه علي به الأرض فشأت المقادير وعلي به رايح الصبح طلع الأطيان فلقى الشيخ مصباح فاسه على كتفه ماشي لما وصل عنده كده جاب موجه في السيارة السلام عليكم يا شيخ مصباح قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا سعادة البيه ازيك قال له الحمد لله منظرك غريب قوي يا مصباح طريح فين قال له اسمح لي يعني سؤالك ده مش في محله رايح فين رايح الكازينو راح ادخل السينما ما الفاس في ايدي ورايح عشان اشتغل في الارض قال له الله تشتغل أمال حضرتك مش ليك ابن اسمه الدكتور ممدوح قالت الفاس وقع من ايده وقال له فين جوه ممدوح يا بيه ده بقاله 6 سنين في فرنسا عايش وانا معرفش ساكن فين حتى الجواب انقطع عني بقاله سنين لو بس
ويقول لي عنوانه فين، انا كنت ابيع التلات فدادين في الحال واروح اجيبه، ده انا ابو حبيبه وهو الروح نور في مصر، وان شاء الله بكره انا مسافر. اذا كان لك رغبه تيجي اوصلك لغايه السكن بتاعه، انا ما عنديش مال. مصر رجع على زوجته. الدكتور وصل يا مدام. قالت له فين؟ قال لها في مصر، وان شاء الله عالي به الاذى الله يكرمه هياخدنا في السياره بتاعته وهيوصلنا لغايه السكن. قالت في مصر وما جناش؟ قال لها يا شيخه ما تبقيش في سيء الظن، اما نبقى نروح نشوف ايه اللي حصل. الوليه يا عيني طول الليل بقى تجهز في المحمر والمشمر لابنها. وتاني يوم ركبوا معاه، قال لهم العمارة اللي في الوش دي الدور الثاني العيادة والثالث السكن. بسم الله ما شاء الله. الراجل بدأ راجل فلاح، أمي شيل سبت في إيديه وأمه شايلة سبت على رأسها، ويا عيني ما عندها الصبر تضرب الجرس. لما وصل ده بالشقة خبطت، الخواجية جوه قالت ايه ده؟ ايه الناس الفلاحين دول؟
الولية ساعة ما تفتح الباب عاوز ادخل. لا بس استنى هتوسخوا الشقة. اللي فل جوه خرج يشوف لقى امه لسانه العقد ما قدر ينطق وشعر راسه ينطقطق وابوه ماليه الغيظ حيطق كاتم في قلبه ومستنزق كاتم في قلبه ومستنزق كلمة من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور كلمة من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور لكن الغرور ركب الدكتور ما سألش فيهم واستكبر لكن الغرور ركب الدكتور ما سألش فيهم واستكبر مصباح فهم عرف ان ابنه مكسوف ومحروق قوي منه مصباح فهم عرف ان ابنه مكسوف ومحروق قوي منه ندى اوام لمرات ابنه وقال ده انا الخدام انطر وقال ده انا الخدام انطر لسانه عقد ما قدر ينطق وشعري راسه يا ناس طقطق وابوه ماليه الغيظ حيطق كاتم في قلبه ومستنزق كلمة من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور لكن الغرور ركب الدكتور ما سألش فين واستكبر مصباح فهم عرف ان ابنه مصباح فهم عرف ان ابنه مكشوف ومحروق قوي منه خرج الدكتور قال يا مقفل بعيد لما شفت مراتك مثلا قابلتهم المقابلة دي مش تقول لها عيب وقف زي المقطف اي راجل مراته تنفذ كلامها عليه يبقى راجل غلق ملوش كرامة وقف كده ما اتكلمش فالراجل ابوه رغم انه فلاح وما اتعلمش لكن كان كله زود قال يعني برضو ما تحرجش ابنك قال لها يا مدام اصل انا بشتغل خدام عند ابوه الباشا والباشا مش ملك يجيله فبعتني قال لي روح يا خدام شوف ابني ما جاش ليه وبص لابنه كده ومراته واقفه وقال له وبص لابنه وقال له يا سعاده البيت الباشا والدك بقول لك ليك ما جتش ليه مش برضه واجب تزوره وتطمئن عليه ولا انت مشغول ومش فاضي تشوف اهلك على كل حال يا طبيب مبروك عليك عملك ولو انه شغلك وزاد قلبك اساوى
الباشا والدك بقول لك ليه ما جيتش مش برضو قادي بتزور وتطمئن يعني ولا انت مشغول ومش فاضي تشوف اهلك على كل حال يا طبيب مبروك عليك عملك ولو انه شللك وزاد قلبك اسالي عن اذنك يا دكتور هلا اتفضل يا مدام بالسلام وبعد ما مشيت المدام بقى انبصت الساعه كده قال له لا مؤاخذه بقى احسن ميعاد العياده خلاص شوفوا الغباء بتاع الولد قال له عيادة مراتك مشيت قال له اه قال له تعالى اكن العيادة اهم من ابوك وامك وجعلت نفسي خدام عشان ما حرجكش قدامك تقوم تقول لي معاد العيادة خلاص وراح واخده قلمين على وشه اللهم صل على قدامك قدامك بعد هنا ايه يقعد مكان يقعد ده مش أكن العيادة أهم من أبوك وأمك يا شوية كده أهم من أبوك وأمك ده أنت مالكش الاحترام ويشدوا من بدلة بتاعته واداله قلم على خده وقال له اقعد يا ابو عبد واسمع وشوفني هقول لك ايه ليه ابن ادم يكره اخوه وينسى امه وينسى ابوه ليه ابن ادم يكره اخوه وينسى أمه وينسى أبوه وينسى كمان اللي بربه وهم أصحاب فضل عليه ممدوح وقف عينه احمرت وقال منين ده أنا متورط ممدوح وقف عينه احمرت وقال منين ده أنا متورط انت عاوزنا امسك مشرط وامشي واشرب قيوب الناس هو انتوا عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني هو انتوا عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني لو في معاكوا حاجة ساعدوني ده انا في ديون عايش مقتس وحي يلا بينا يا زوجتي امه راحت قلع راسه وقالت يجعل قلبي ورب غضبان عليك يا ممدوح يا ابن بطني اشوف لي فيك يوم زي ما ولعت قلبي نار ابوه دعا عليه ايضا هنروح فين يا مصباح دلوقتي والدنيا ليه قال لها الراجل علي به الاب ده عايز الراجل صالح لانه قبل ما يمشي اعطاني العنوان وقال لي بعد ما تشبع من ابنك جايز ما يكونش عنده وقت يوصلك تعال لي الشقه وانا اوصلك لغايه البلد بره فخدوا تاكسي ورفعوا الراجل بالليل الراجل نايم يا
يضرب الجرس. مين؟ قال له ناس ضيوف يا علي باشا. ضيوف ايه اللي جايه بالليل قوي دي؟ قام يفتح الباب قال له اهلا.